الخير، انا اسمي دكتور اشرف منصور، استاذ الفلسفه ورئيس قسم الفلسفه باداب اسكندريه. الحقيقه كتاب ارسطو بينتمي الى سلسله تراث الانسانيه للناشئ والشباب. التركيز هو على وضع فلسفه الفيلسوف كلها في حجم صغير مناسب. اتكلمت في البداية عن عصره، العصر اليوناني، علاقته بأستاذه أفلاطون، علاقته بالإسكندر الأكبر، فكرة عن فلسفته في الطبيعة، وضعه لعلم المنطق، وضعه لعلم ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا، إسهاماته في النظريات السياسية والأخلاقية، وبعض من تأثيره اللاحق في تاريخ الفكر البشري عامة. أنا ركزت على ترابط فكره سواء فلسفته في الطبيعة أو ما بعد الطبيعة. هو كان شايف العالم على أنه مكتمل في ذاته وعلى أن تسوده العقلانية، كان شايف العالم منظم ويسير بحتمية منتظمة وبقانون طبيعي. أرسطو مختلف عن بعض الفلاسفة السابقين عليه واللاحقين أيضا، اللي شافوا العالم فوضى ولا يحكمه نظام، لكن أرسطو كان شايف إن في هدف لهذا التنظيم الدقيق للكون. أرسطو له العديد من الجمل، يعني منها الفضيلة وسط بين رذيلتين.